عزيزي المشاهد، طبعا انا تعودت في هذا البرنامج ان انا اعزف والضيف ممكن يغني. المره دي يظهر اني هكون مستمعه. طبعا انتوا عايزين تعرفوا مين ضيفنا او ضيفتنا النهارده. اسمحوا لي اخليها مفاجاه ونسمع الموسيقى الجميله دي جايه منين، واحنا هنعرف مين ضيفنا النهارده. لا 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 أسارة، كنت جميلة كنت جميلة، بتعزفي حلو. حسدناكي ولا ايه؟ انت كنت عمالة بترجعيني لايام الطفولة. الطفولة احنا دلوقتي في مرحلة الشباب. اولا طبعا انا مش عايزة اقول لك ان كلنا بنرحب بيكي، كل مشاهدينك ومحبيكي في كل حتة في العالم دلوقتي مستنيين هذا اللقاء، وانا عايزاكي تقول لهم كلمة اولا بسرعة سريعة قبل ما اتكلم على حكاية البيانو الجميلة اللي انا سمعتها دلوقتي. وانا عايزه اقول لك بقى انه اللقاء ده انا عامله حسابه بقالي ايه، بتاع سنه مثلا. شفتي؟ اه الحقيقه. لان انتوا بقى عندكم جمهور بتاعكم ده قاعد كده على الواحده ومستني وعامل كده، فايه ربنا يستر من الاسئله. اولا انا بقى كنت دايما بسال كل ضيوفنا اقول لهم ايه ساعه الصفا اللي انتوا بتحسوا بيها هذه الساعه؟ حسيت انك بتحب البيانو حب، ومش عارفة هتقولي لي هو البيانو وما بعد مع البيانو ولا مش هي الحكاية؟ هي ساعة الصفا بالنسبة لي الموسيقى بقى بشكل عام. بشكل عام يعني سواء بتعزفي؟ اه كان نفسي انه احترف، يعني اتعلم بقى واقرا نوتة. انا بلعب سماعي واقرا نوتة والعب جيتار وعندي كل الاختراعات الاجهزة بس ديكور، يعني بأمل بقى ان شاء الله عيالي هم اللي يطلعوا يلعبوا بقى بجد بنوتة والجيتار بجد والدرامز بقى ويدوش دماغي وحاجات كده. اكيد اكيد هيطلعوا بيعرفوا يعزفوا ما دام انت عندك طبعا البيانو في البيت. عندي البيانو في البيت وعندي الجيتار الاسبانيش في البيت والخطه الخمسيه الجايه بقى الدرامز وكل حاجه. الخطه الخمسيه يعني كل الفرقه كامله هتبقى في البيت. طب كويس يا أسر. بصي بقى طبعا احنا هننتقل للمكان بتاعنا هناك، وعايزه اقدمك تقديمه تشوفيه وتقولي لي رايك فيها. كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف. الى كرسي الاعتراف. اختاري الكرسي اللي يعجبك. تليفونات وفاكسات وجوابات وبلحمهات الخير ان شاء الله. شوفي لنا الشاشه كده ونشوف المخرج ينزل لنا تحيه كده تليق بيكي. آثار الحكيم، سحابات الأحاسيس الناعمة وقوة الضعف وكتلة من المشاعر الجميلة تسير فوق الأرض. نجمة الأداء السهل وفنانة تعزف على وتر رقيق وعذب، تفضل الاقتراب من عقول وقلوب جمهورها بطريقتها الخاصة، لا تبالي كثيرا بالنقد وترفض النظر للوراء، وحينما تصحو من بيات أسري طويل لا تندم على دور رفضته وتألقت فيه نجمة أخرى. آثار الحكيم ابتعدت كثيراً لتقترب من قلب وعقل أبنائها، حيث تعتبرهم أهم دور على شاشة حياتها. تخرجت آثار الحكيم من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية
اكتشفها المنتج رياض العريان لتغزو قلوب الجماهير بابتسامة رقيقة كانت جواز مرورها لعالم الشهرة والأضواء. آثار الحكيم: نجمة تشعر بالغربة، تعشق الفن وترفض أن تتلاعب بمشاعر جمهورها الحسية، وتعترف أن لكل سن احترامه، وأن مراحل حياتها عاشتها حتى النخاع، الطفولة، المراهقة، وعلاقتها بوالدها، وصراعها في شبابها الباكر لإثبات نفسها. واليوم في ساعة صفا دعونا نقترب من فنانة قيل عنها أن لها خلطة سرية بين الانطواء والغرور، لنحاول أن نغوص معا في عقل وقلب فنانة تقضي معنا ساعة صفا. تعيطوني لأولها. يعني الشطات الجماعة دي عملت كده شريط حياة سريع جدا قدامي، بس مركز قوي وطويل قوي في نفس الوقت. أثار، تحبي أولا نبدأ حديثنا نقول لك أثار الحكيم، ولا تحبي نقول لك أم العيال، أم الولاد؟ أنا عارفة إنك بتحب اللقب ده قوي. قولي لي أثار عبد الحكيم، خلينا في الإنسانة بقى الأول شوية. أثار عبد الحكيم، علشان نقفل بالفن بقى الجميل. أثار، إيه لحظة الصفا اللي عشتيها وعمرك ما تنسيها؟ لحظة الصفا، أيوة، هي رغم إنها لحظة غريبة قوي وصعبة قوي، بس جميلة قوي، ودايما يعني لو ركزت فيها كأني بعيشها في وقتها يقشعر بدني حقيقي. صحيح، هي مش صفا لكن في نفس الوقت إعجاز، هي لحظة الولادة الحقيقة. يعني كان عندي مشاعر غريبة جدا وكلها عكس بعضها وكلها متناقضة وكلها بتدب في قلبي قوي، يعني خوف وفرحة وسعادة، وحاسة اني رايحة اقابل ربنا كمان ساعة مثلا او حاجة، فحاسة اني هتحاسب قد ايه، وفي نفس الوقت مبسوطة قوي من اللقاء، وفي نفس الوقت خايفة قوي من اللقاء، وفي نفس الوقت حاسة اني على حافة حياة تانية خالص مش عارفة تفاصيلها نهائي. فكانوا ثلاث لحظات، والثلاث لحظات بنفس الإحساس بيجوني بالظبط يعني. وكنت بدعي ربنا دايما انهم يجوا في نفس الساعة، والحمد لله جم برضو في نفس الساعة 7 الصبح. غريبة، الثلاثة سبحان الله. الثلاثة 7 الصبح، والله. فدي طبعا لحظات ما بنساهاش قوي، وبعتبرها صفا لانك الروح خالصة، يعني ما فيش بقى فيها اي حاجه تانية بتتدخل يعني. أثار، احنا النهارده عندنا رسائل كتير جات لك، وفاكسات ونجوم وجماهير موجودين مكلمينك على الشاشه، تحبي نبتدي بايه؟ بشاشتنا ولا بايه؟ مش عارفه، ما هو كله علقه. كله علقه. هتروحي فين؟ مش هروح، فاختاري بقى انت. لا، زي ما تحبي. تحبي نبدا بالشاشه؟ نبدا بالشاشه، حاسه ان فيها مفاجآت. ابدا كده. والله. أثار ممثلة عظيمة، وتمتاز بطبيعتها الشديدة في الأداء وبتلقائيتها الشديدة. هي أيضا ربنا منحها صفات جسدية في الوجه والجسد، يخليك تتعاطف معها بسرعة، يخليك تحبها بسرعة، يخليك تحس إنها حبيبتك، أختك، بنت خالك، بنت خالتك، صاحبتك. فيها هذه الحميمية الشديدة في وش أثار وفي تعبيرتها وفي تلقائيتها، بتحس بهذه الحميمية معاها. وكل دي مواصفات كان لابد أن تضعها في مصاف نجمات مصر الأول. الشيء اللي محيرني أنها لم تصل إلى هذه المكانة بعد. هل لعدم طموح فيها؟ هل لأن هذه النجومية أو هذه المرتبة العليا من النجومية
ليست مطمحا من مطامحها؟ هل لأنها بتفضل الأسرة على الفن؟ بتحب بيتها وأولادها وزوجها أكتر ما بتحب الفن؟ قد تكون كل هذه الأسباب مجتمعة. ها إيه رأيك بقى؟ الله الله بجد. أولا أستاذ جلال أنا اشتغلنا مع بعض في مسلسل بعتبره من أجمل أعمالي الفنية الحقيقة اللي هو الحب وأشياء أخرى. كان أستاذ أسامة أنور عكاشة المؤلف ومدام إنعام محمد علي المخرجة. كان عامل دور والدي وقد إيه حسيت أنه بجد فيه كل ما تتطلبه صفات الأبوة من حزم شديد جدا وحنان أشد. فكنت حاسة ده قوي في الأستاذ جلال. هو طبعا عنده حق تماما في اللي بيقوله الحقيقة يعني. لكن يمكن أنا قلت ده في حديث قبل كده أنه محدش هياخد كل حاجة. إنما بيبقى فيه فترة من عمر الإنسان لو ما وعاش إنه السن الافتراضي والعمر الافتراضي للصحة لو ما لحقش يكون إنسان بمعنى أب أو أم ممكن ما يلحقش إنه يحقق ده تاني لو الشغل سرقه أو المجد سرقه أو الطموح سرقه أو المادة سرقته. فهو بالتالي بقى شيء على حساب شيء. لازم تأجلي شيء علشان سنك وصحتك بيفرضوا عليكي الشيء الآخر دوت. فأنا باختيار صريح جدا وبإصرار شديد جدا أجلت طموحي الفني، لكن عمري ما لغيته وعمري ما هلغيه، لأني أولا بعشق العمل بشكل عام كعمل في حد ذاته يعني، وثانيا بعشق الفن وعارفة تماما جمال وخطورة وصعوبة رسالة الفن. فأنا متمسكة بفني لآخر قطرة في دمي بالضبط زي تمسكي بأسرتي وأولادي. أكيد دول بيجوا الأول الحقيقة، لأنه منهم باخد الدفعة اللي بتخليني أفن أجمل ومن الفن باخد أيضا الدفعة اللي بتخليني أربي العيال برضو أحلى. فهم حاجتين مرتبطين جدا ببعض وما ينفصلوش عن بعض. طب أسر نسمع تعليق أو تعقيب يعني آخر على شاشتنا. جاريت الفن زي الزواج الكاثوليكي يرفض الشريك حتى لو كان أعز الناس إليه، حتى لو كان الهناء العائلي، حتى لو كان الاستقرار العائلي، حتى لو كان الابن أو الابنة أو الزوجة أو الأم. الفن لابد أن يكون هو الزوج الوحيد في حياة الرجل في حياة الفنانة، أو هو الزوجة الوحيدة في حياة الفنان. أصار الحكيم لها أن تختار، وأصل ما فيش فايدة. يا تختار البيت والاستقرار، يا تختار النجومية في مراحلها العليا، يا إما تقنع بأن تكون هذه النجمة التي وصلت إليها الآن. إيه رأيك في التعقيب بتاع لا محيز؟ لا هو أنا الحمد لله أنا قنوعة وراضية جدا باللي ربنا مدهولي سواء على المستوى الإنساني أو الفني جدا. ربنا يديم نعمة ويحفظها من الزوال. إنما النقطة الثانية أنه أنا لنا أول فنانة أدهول في بيت ولا آخر فنانة دهول برضو هتبقى عندها عيال وما بتشتغلش. يعني أنا هديكي مثل جميل قوي بحس أن فيها كتير مني قوي. النجمة العالمية الخرافية ماريل ستريب عندها 4 عيال وبتجرجرهم معها الاستوديو وتروح تمثل وبعدين تروح ممكن تختفي سنة ما فيش أعمال عجباها. فده موجود في كل العالم. إنما أنا مش هتنازل لا عن ده ولا عن ده. أنا كل اجتهادي أنه بدأ ربنا أنه فعلا يديني الصحة والصبر والسلوان. لا حقيقي يديني فعلا الصحة أني أقدر أوازن بين هذا في هذه المعادلة يعني. لأنه مش هتخلى لا عن ده ولا عن ده. إنما زي ما قلت لك في حاجة بتستنى بعد حاجة. تاخد فاكس من فاكساتك اللي جات، والحقيقه احنا بننقل الفاكس بخط مقروء، وانا بطمن كل مشاهدينا وجمهورنا اللي بيبعتوا يعتذروا بيقولوا نظرا لسوء الخط ان احنا بننقل كل الفاكسات عشان انا اعرف اقراها بصراحه.
الفاكس اللي جالك ده من الكويت، من النجمة العزيزة، إلى النجمة العزيزة الغالية أثر الحكيم، أنا من أشد المعجبات بك ولشخصك وبمبادئك الرائعة، وأنا سيدة مصرية أعيش بالكويت، ولا أستطيع أن أصف لك سعادتي حينما علمت أنك ستكونين ضيفة في برنامج ساعة صفا. أرجو أن تبلغي تحياتي للنجمة الرقيقة مذيعة البرنامج الفنانة صفا. أشكرك أوي والله، شكرا. في زميلة، في سيدة من الكويت بتسلم عليك. من الكويت؟ والله أشكرك. وأنا أطلب منها تغيير اسمها إلى صفا أبو سعود بدلا من صفاء أبو سعود. شكرا، حاضر هفكر. ساعة صفا ممكن تغيري. ساعة صفا هغيره. شكرا جزيلا. السيدة آثار الحكيم، نحن كمصريين نفخر بك هنا كثيرا جدا، لأنك نموذج رائع يحتذى به، وكل ما أرجوه منك أن تجاوبي على سؤالي هذا بصراحة شديدة كما عهدنا فيك من قبل. سؤال: ما هو سر عذاب طفولتك؟ وهل كان والدك يضربك بالكرباج لمعاقبتك على تأخيرك؟ أرجو أن تغفري لي فضولي، وعزائي الوحيد هو حبي الشديد لك. أمينة واصف أبو العزايم، الكويت، صندوق بريد 5662. إيه رأيك بقى في السؤال؟ اهدي. لا، مين اللي قال كرباج وحاجات كده؟ لا، هو أبويا الله يرحمه كان بيضربنا، بس زي أغلب الأبهات الصارمين الحنونين في نفس الوقت كان بيضربنا لمصلحتنا. يعني كان أحيانا بيضربنا علشان المذاكرة مثلا، دي كانت الأساس فعلا، يعني دي كانت أكتر حاجة معقدانا، أنه لازم نطلع من الثلاثة الأوائل، لو طلعنا من الخمسة الأوائل تبقى كارثة. لازم يعني من الثلاثة، من الثلاثة الأوائل. وبعدين أحيانا مثلا كان بيضربنا برضو على الصلاة، فده شيء مطلوب، أنا بعمل طبعًا نفس الشيء مثلا مع ابني طبعا. إنما لا، حكاية الكرباج دي عمرها ما حصلت، لا حرام برضو ما حصلتش، لا ما حصلتش. كان خرزانة يعني عارفة زي بتاعت الميس في المدرسة أو الأبلة في المدرسة. لكن لا، الكرباج ده لا عمرها ما حصلت، حرام يعني. أثر، هل لك أصدقاء من الوسط الفني؟ والله الـ شوفي، يمكن يعني عايزه اقول لك ايه، خضتي من الحياه العمليه اول ما نزلت من 15 سنه مثلا، كل بقى ما بقيت اكبر واشوف واخد زنب وحاجات كده واخدع واستغل، فبدأت لا شعوريا أبتعد عن الحياة الاجتماعية بشكل عام، سواء في الوسط أو بره الوسط. إذا كان ليكي أساسا أصدقاء مثلا في الوسط الفني وممكن تدعوهم لمنزلك، يبقى يعني يبقى لا في صداقة؟ لا، عمري ما حبيت الحياة حكاية الدعوات المنزلية دي. يعني حتى ولا أروح ولا أولا ما فيش وقت أنك تقدري تدي كل حد حقه الحقيقة يعني. ودائما المقربين الصادقين بالفعل لازم يبقوا قليلين جدا جدا عشان كمان تديهم حقهم. من الوسط في حبيبتي جدا ميرفت الجندي، هي تقريبا شبه معتزله لان هي اتحجبت من اكثر من 15 عام، وبتشارك قليلا جدا في الاعمال الدينيه والتاريخيه والاذاعيه، لكن احنا على طول على اتصال، حتى لو مش انا تبقى عند امي، تبقى مع اختي، اولادها يبقوا مع ماما. ما اثرتش عليكي اثر صداقتك ليها انك تتحجبي مثلا او تفكري في حاجه زي كده؟ الحجاب قضيه الاقوال فيها بعدت اكتر من حجمها الحقيقي. الحجاب هو فرض من الفروض، وانا دايما مؤمنه انه اللي الانسان هيعمله من طاعة لله سبحانه وتعالى سواء كفروض أو سلوكيات هياخد ثوابها، وما لم أو لن يستطع أن يعمله هياخد ذنوبه. فالحجاب هو جزء من الفروض دي. مش معنى أن أنا اتحجبت أن أنا أعتزل، لأنه الحجاب ملوش علاقة بعبادة العمل. أنا ممكن أتحجب وأبقى مخرجة وأبقى مؤلفة وأبقى مساعدة مخرج وأبقى مديرة إضاءة وأبقى ممثلة أيضا وفي أدوار اجتماعية، لأنه العمل عبادة في حد ذاته مثله مثل الحجاب. لكن العمل فيما يستغله الإنسان لمصلحة البشرية أو لإفادة البشرية أو العكس، زي ما ممكن أبقى محجبة وطبيبة وبنسى الفوطة في بطن العيان وباخد فيزيتة عالية وأنا محجبة. إذن في
الثواب لو سميناه الزي الإسلامي اللي هو الحجاب، وفي عقاب السلوك الدنيوي وهو استغلال المريض. الحجاب لا يتعارض مع العمل، والحجاب لا يتعارض مع الفن، لأنه الفن رسالة شديدة الأهمية أنا وشديدة السمو، زي المدرس اللي في الفصل، بل هو أكثر تأثيرا، لأنه المدرس لو بيربي 10 فصول في جيل واحد أو في دفعة واحدة، أنا بمسلسل قد أساعد في تغيير بعض مفاهيم أو السمو ببعض المفاهيم البالية لملايين البشر من الشعوب في جميع أنحاء العالم بقى، مش بس كمان على منطقة الشرق الأوسط يعني. فإذا رسالة الفن مهمة جدا زي أي رسالة أخرى، والحجاب في نفس الوقت لا يتعارض مع الفن، وفي نفس الوقت ده عبادة وهذا أيضا عبادة. جميل، بس كل ده أنت ما جاوبتنيش وقلتي لي ما فكرتيش في الحجاب. ما فيش إنسان بيحاول الاقتراب من ربنا سبحانه وتعالى وما بيحاولش أنه يطيع أوامره سبحانه وتعالى، وسنظل نجاهد دائما. وزي ما برضو قلتها في أكثر من حديث، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر أو الأعظم، وهو جهاد النفس. نفس البشرية أمارة بالسوء وضعيفة، فدايما بنجتهد، بجتهد أني أنتظم في الصلاة، بجتهد أنه يا رب تهديني ويمكن أتحجب، بجتهد أني ما استغلش فني للتلاعب بغرائز البشر أو لمجرد الكسب المادي، بجتهد في كل كبيرة وصغيرة في حياتي ما دمت أذكر الله سبحانه وتعالى في كل دقيقة. فلو أراد مش هيتعارض مع عملي أيضا. أثر الحقيقة يعني في رأي لصديقتك وحبيبتك وزميلتك مي بخصوص عدم دخولها هي الوسط الفني، تحبي نسمعه وتقول لنا يعني هل انت موافقه في الراي ولا لا؟ اكيد احب شاشتنا بقى ونبص عليها. يا ريت. انا وجوزي مخرجين وغيرنا كتير، مش ما عرفناش نشتغل، ما فيش. اشرف سالم بيشتغل، اسماعيل يسري بيشتغل، شريف عرفه بيشتغل، ادي من المجموعه بتاعتنا، وايناس عبد الهادي ومونتاج، وكم واحده وكم واحد ما يتعدوش، احنا دفعتنا 35 بني ادم. والدفعه اللي قبلي هاني لاشين، مين اللي معاه هاني لاشين؟ فين طارق النهري؟ مين تاني؟ للاسف هربوا. احنا هربنا، ده حقيقي. خساره. احنا هربنا خساره من الوسط، من اول ما بتخلص بيبتدوا ينشنوا عليك، واحد ينشن على ست على البنات، والست تنشن على الرجاله. استغفر الله العظيم. دي حقيقه. فخلاص بقى، ما انت هتعيش يا انت رايك ايه بقى على يعني في الكلام اللي هي او تعليقك يعني؟ مي دخلت في الغميق. هقول لك حاجه، هو ده اولا حاصل في كل الدنيا. يمكن انا من اولى جامعه زي برضو اغلب الساده المشاهدين ما عارفين، انا اشتغلت في مجالات كتير جدا. اشتغلت مضيفة، واشتغلت فرقة غربي مع الجامعة، واشتغلت عارضة أزياء، واشتغلت مذيعة في البرنامج الأوروبي، يعني اشتغلت حاجات كتير جدا، واشتغلت صرافة، واشتغلت مدرسة. طبعا حكاية انه بنات يعكسوا صبيان وصبيان يعكسوا بنات وحاجات كده، دي موجودة في كل الوسط الأوساط، و بتدرجاتها يعني. اللي هو ايه، ممكن واحد يعكس واحده وهي ماشيه، وممكن واحد يفضل حاططها في دماغه حد ما تروح بيتهم، وممكن واحد وهكذا يعني. في الوسط ده طبعا نحن ايضا بشر، يعني الوسط برضو بشر، انما يمكن البعض يهيئ له انه مدام انا فنان او فنانه يبقى اذا من حقي اني اعمل اي حاجه باي طريقه في اي مكان في اي وقت. وده حقيقي، البعض بيفهمه غلط، انه انا فنان او انا فنانه وعلاقاتي كتير واصدقائي كتير فيجوز لي اعمل دوت. انما اقول ان ديت اصلا قله، وهي قله مريضه، لانه الفنان لازم يكون قدوه اضعاف الطبيب واضعاف المهندس واضعاف المدرس واضعاف اي مهنه اخرى. وأيضا هيحاسب الضعف،
لانه احنا بنتقلد وبالاخطر الاجيال الجديده والشباب الصغيرين والمراهقين والاطفال. فده انا مع مي انه بيحصل، لكن ربما ايضا احيانا بيبقى البعض من الصحفيين بيدوا لعلاقة ما أو لحجم لموضوع ما حجم أكبر بكتير جدا من هي ما جابتش سيرة الصحافة خالص، هي قالت إحنا الاثنين أنا وجوزي ما عرفناش نشتغل والجو ده ممكن ماركومي. يحصل في أي مجال. أيوة إيه علاقة الصحافة هنا؟ لا ما أنا بقول لك إنه 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 ده بيرجع له برضو مردوده إنه الفنان ممكن يعند أكتر أو لهذه القلة المريضة ممكن تفضل يا تاخد بالها من تصرفاتها فتلحق نفسها يا اما بتسوء فيها عندا اكتر او بتحس انه لا انا اللي بعمله دوت انا حره وانا حر واعمل اللي انا عايزه في حياتي الشخصيه والانسانيه. انما مي معاها حق في جزئيه، وزي ما قلت لك قد تحدث، يعني ممكن تلاقي في مجال التدريس مثلا مدرس اترقى بقى وكيل مدرسه وفي تاني احق منه بكثير. هل نقدر نقول دوت علشان علاقات؟ ما ممكن يبقى عنده هذه الكفاءة وممكن علشان علاقات، فده بيحصل في كل الدنيا. إنما ده مش معناه بقى يا مي إن أنا أنسحب، هي دي النقطة. ده بالعكس، ده معناه إني لازم أجاهد أكتر ولازم أصر أكتر، ولازم أنا ومي وعاصم جوزها وشريف عرفة زي ما بنقول الطيور على أشكالها تقع، نقف مع بعض ونتكاتف ونكمل ونقع ونقف تاني وهكذا، ما نسحبش بقى زيها. أو لازم أجاهد وأستمر وأستمر. أنا متأكدة إن لو كانت مي وعاصم وهما الاثنين خريجي معهد سينما لو كانوا استمروا في الإصرار قطعا في ظل دلوقتي بقى كمان في أزمة سينما مثلا، إنما في قنوات كتير جدا مفتوحة، في بداية يعني احساس بانفراج ازمه، انما ده مش هقعد في بيتنا واستنى اما ده يتحل فارجع تاني يعني. طب بما انها صديقتك القريبه قوي ليكي او زي ما تقولي انت اصدقائك او صديقاتك قليلات، ما حاولتيش تقعدي معاها قعده صفا كده وتقولي لها الكلمتين دول يغيروا وجهه نظرها او يغيروا افكارها؟ انا الحقيقه كنت متخيله انه ما شاء الله اسم الله عليهم اولادها الاربعه سرقوها خلاص. لا ده زي ما بيتهموكي نفس الحكايه. بس هي نفس الاتهام. يا ولادها ما شاء الله اكبر من ولادي شويه يعني الكبير بقى طول بابا فعلا اطول منه يعني. فهي انا كنت متخيله انه ده يعني ده السبب الكبير جدا اللي ما خلاهاش تكمل، مش ضعف اجتهادها. يعني يمكن لو كنت اعرف ده من زمان كنت اقول لها اقفي جنبي اقف جنبك كده يعني. فمين عارف. أسر تسمحي لنا دلوقتي يعني نشوف ارشيفك كده، يعني جزء بسيط من ارشيفك الخاص، ومعظمه اخبار نشرت عنك بالفعل في مجلات، وطبعا احنا يعني عايزين نسمع تعليقك على الارشيف. خير نشوف. في جريده المسا سنه 88 كتب موضوع 88 ده انا ما وعيش على 88 خيرا. مكتوب في منتصف الليل والدة آثار الحكيم استغاثت بالشرطة لطرد ابنتها وزوجها من الفيلا. بتجيبوا اخبار غريبة جدا. لا ده احنا جايبينها من المسا وبالتاريخ، قلت لك اسم الجريدة وموجودة اذا كنت تحبي تقريها. تحبي تقريها؟ طب يا ريت تقريها لنا انت بقى، او اقري لنا الجزء الاخراني انا كنت هقراه فاقريه لنا بعد اذنك. صوت بقى يا اثار، صوت يا اثار. ما انا بقرا. لا احنا هنقراه. لا استني، ده في خبر صغير تحت كنت هقراه لسه. لا ده دي كان اتذكر مش عارفه كنا بنصور يعني حصل فيها لبس، الصحفي اللي كتب ده حصل فيها لبس انه مش عارفه كنت بصور ايه جنب ماما، وحصل انه كان في حرامي عند امي في الجنينه وبلغت بوليس، او يعني كان في بصور حاجه فيها اني متخانقه مع جوزي، يعني في لبس في ربط الحدثين مع بعض.
لانه بعدها اتصلت بالصحفي دوت مش فاكره كان مين ومش عارفه حتى نزل ده تصحيح ده او حاجه. بس هي في نقطه بقى انا عايزه اقولها في الاخبار اللي زي دي بالتحديد يعني. يعني انا عايزه اولا هي طبعا اكيد واضح انها حاجه مهمه لانه فيها شرطه وفيها ما انت ممكن تلاقي انا ممكن ولادي يشوفوا بتوع البوليس يقولوا ده بحقه حقيقي يعني وانا بصور بيهم وعندي في البيت يعني ما فيش انت بتقولي انه في حرامي قفز او ايوه كان حرامي اصل انا إيه امي ساكنه في قصه الحرامي ايه اللي حصل احكي لنا عشان نصحح مش يعني مش في حاجات انا البيت عندنا بيت ابويا الله يرحمه فيلا دورين ف ثانية واحدة لا ثانية واحدة وقفي التسجيل ما انا مش قادرة اقول لك ايه القصة عشان كده لا معلش لا الغي ده لا معلش حتى لو اتكتب ده لا الغي الجزئيه دي من البرنامج اللي هي يعني ما اقدرش احكي لك ممكن احكي لك انا وانت انما ما اقدرش احكيها تقدرش احكيها للمشاهدين دي ما فيهاش حاجه عيب يعني مش عيب لا يعني انت قولي طب قولي لاسباب شخصيه انا مش حرج لا ما انا هقول لو قلت اسباب شخصيه مليون حد هيفهمها غلط يا صفاء لا طب قولي قولي يعني هو خبر وتصحح واعتقد ان حاجه لا ما اقدرش ابان برضو بهرب من اجابه مش خبر مش هتصلح الخبر لا ده لا معلش ما اقدرش اقول قولي كان في تصوير واتفهم غلط وصححه لا معلش شيلي السؤال ده مش حلو بدليل انك انت برضو لسه مش فاهمه ايه القصه لازم اشرحها لك انت قلت لي يعني تساليني لانه طبيعي انك ما تفهميش فطبيعي انك تسالي طب هتصغيها يا اثار حلو لا ما تتصغش لاني لازم اقول انه السبب في ده لا ما ده شيليها لو سمحتي اعتذار آثار وبيقول انسحبت الفنانة آثار الحكيم من بروفات مسرحية ليلة القتل بعد أن اكتشفت أن المسرحية لا تناسبها تسبب اعتذار الفنانة آثار الحكيم في مشكلة لخروج العرض لمخرج العرض أسفة علي خليفة والذي أصبحت مهمته الآن صعبة لإيجاد ممثلة بديلة تقوم بدور أثار وتشارك عبلة كامل وخالد النبوي البطولة خاصة أن المسرحية تعتمد على ثلاثة أبطال فقط طوال مدة العرض لا طبعا مش حقيقي خالص يعني ما حصلش أنا ما قابلتش حتى اسمه إيه المخرج اللي هو مخرج العرض علي خليفة الأستاذ علي خليفة عمري ما قابلت الأستاذ علي خليفة سوري الأستاذ علي خليفة لا خالص هو اللي حصل انه خالد فعلا كلمني خالد النبوي وقال لي نعمل مسرح وبتاع قلت له يا خالد انا عملت تجربه مسرحيه جميله جدا واستمتعت بيها وكانت ناجحه جدا اللي هي كان اسمها احلام ياسمين على مسرح الدوله مسرح البالون قلت له ما اقدرش اخوض تجربه مسرح تاني وبالذات اللي هو بيقعد سنه واثنين وثلاثه وحاجات كده ف قال لي طيب بس اقري النص قلت له برضو مش عايزه كمان اتحنس بقى الاقي نص جميل وارجع ازعل يعني فقال لي فكري وبتاع وانا الاستاذ المخرج دوت نفسه ان احنا نعمل هذا الثلاثي وكده يعني ما حصلش ابدا انك ارتبطتي في عمل وتخليتي عنه لا طبعا لا طبعا دي بتبقى اخبار بقول لك نوع من انواع الدعايه نوع من انواع الفلفل والشطه علشان بقى الناس يتشدوا اكتر للعمل والمسلسل والبتاع يعني حاجات كده
عموما نشوف الارشيف ونقول مكتوب بالخط الكبير. ايوه. ارفض اوسكار قميص النوم اثار الحكيم. ليست المفاجاه في اعتذارها ولكنها في تفاصيل الاعتذار. المخرج نجم لامع تاخر ظهوره والموضوع عجبها، والمنتج هو نجمنا رأفت الميهي ومعها ليلى علوي والهام شاهين وهشام سليم، فلماذا تراجعت عن المضي مع هؤلاء ولم تشارك في يا دنيا يا غرامي؟ قالوا إن مشهد قميص النوم وراء الاعتذار، وقالت هي بل ليالي الحلمية، ثم تكلمت واتضح أن الحلمية جزء وقميص النوم له الجزء الأكبر في الاعتذار. علقلنا بقى على الارشيف بتاعك. علشان الصحفي او الصحفية قال انهم شاطرين بقى وعملوا حتة موضوع وحتة عنوان منشط ابن لذينة يعني. كان في بعض الخلافات يعني، هذا الخبر في شقين. حلو. أيوه. شقين دي كويس. الجزء الاولاني حكاية قميص النوم دي كان رقم من ضمن خمس حاجات مثلا كنت بتفاهم فيها مع المخرج، يعني قلت له في الموقف ده المشهد ده في كذا في مش عارف ايه، لانه كمان الحقيقه مجدي احمد علي من الناس اللي بيشتغلوا بدقه جدا، فبيجيبوا لك سيناريو تاني في لبسك لونه ايه في مشهد ايه، يعني حاجه محدد شديد جدا. فدي كانت حاجه من كام حاجه. نعم. فالصحفي الشاطر بقى راح لقط دي بالذات عشان فيها قميص نوم، قميص نوم حاجه تزغلل يعني. حاجه تخلي اي حد يقرا يعني اثار الحكيم وقميص نوم، يبقى اي ست وقميص نوم، عايزه اقول لك اي شوال تخين وقميص نوم برضو مثير جدا. ما علينا. فكنت انا ومجدي اتفقنا على كل الحاجات المختلفين عليها انا وهو، او اللي انا مش فاهماها، او اللي هو مكتوبه في السيناريو بشكل مش واضح. تصادف بقى انه ليالي الحلميه الجزء الخامس، الرابع الهام عملته عشان ظروف حملي، الجزء الخامس فوجئت بالاستاذ اسامه انور عكاشه بيكلمني، انت خلاص بقى العيال كبروا مفيش مشاكل ومفيش حمل ومفيش اي حاجه، الجزء الخامس داخلين نصوره. قلت له انا عندي فيلم يا دنيا يا غرامي كذا كذا، قال لي ما ينفعش احنا داخلين الاثنين في نفس التوقيت. فطبعا ده عايز تفرغ وده عايز تفرغ، وانا لا يمكن، ما بعرفش، ما بستمتعش اني اعمل عملين مع بعض، شخصيتين مع بعض ما بستمتعش اني اصورهم كده. فما كان غير انه قال لي، ودي هتبقى الزعله الكبيره بقى، مش عارف كان في مسلسل ايه برضو كنت حامل وبرضو ما قدرتش اصور، وليالي الحلميه جت بقى زي ما بيقولوا زودت الطينه بله عند عم اسامه، فكان مقموص على اخره جدا وله كل الحق طبعا. قلت له طيب يا استاذ اسامه انا هحاول اجل تصوير الفيلم شويه او يبدروا شويه بحيث قبل ما ندخل، فما نفعش. فاضطريت اني اقبل اصور ليالي الحلميه، واعتذرت بالفعل لرأفت المي، ما كنتش مضيت عقد حتى. فما كان بقى انه ايه، ربنا مش رايد. عم اسماعيل عبد الحافظ المخرج قال لك لا، الهام مدام عملت الرابع تكمل الخامس عشان ما يبقاش فيه بلبله عند الجمهور والمتفرج. فما ينفعش ان اثار ترجع تاني للجزء تعمل بس الخامس. دي كانت شخصيتك اساسا مش شخصيتك. لا، المخرج له حق الاختيار تماما طبعا. يعني لانه ده بتبقى عشره يوميه تسعه اشهر ولاده يعني. بسهوله اثار انك قبل ما تتاكدي انك هتشتغلي ليالي الحلميه انك تعتذري عن فيلم كبير زي دنيا يا غرامي؟ لانه الحلميه احق اولا. كنت اتمنى انه الفيلم يتعمل، يعني ما كانش فيه بقى خلاف لا مع منتج كاجر ولا مع مخرج كتفاصيل. أيوة. ده بالعكس كنا متفقين على كل حاجه كويس. بس هو بقول لك الصحفي لقى حته قميص النوم ديت وايه، قال لك خبر مثير ابن اللذينة يعني. فراح مركز على الجزئيه دي. بس بالفعل كنت اتمنى اني الحق اصور هذا العمل قبل عرض ليالي الحلميه. طب ده يعني انك عمرك ما صورتي بقى قميص نوم يا اسف؟ لا طبعا، بصور قميص نوم كتير جدا. وهو الصحفي مش كاتب تفصيله ايه الاختلاف على حكايه قميص النوم. هو كاتب، هو في طبعا الاختلاف في يعني تفاصيل، بس طبعا لا يعني هو كان مثلا كاتب مجدي احمد علي قال له مثلا اصل كنا عايزين نلبسها قميص منقط ومخرم وفي عضه الكلب ومش عارف ايه، فانا اعتذرت عشان كده او اختلفت معاه عشان كده. هو مجرد كلمه قميص نوم عملت موضوع بقى ابن لذينه، انما ما كانش ده الاعتراض. ما كانش ده الاعتراض، لان انا
مليون عمل بلبس فيهم قميص نوم، وطبيعي اي ست لازم تلبس قميص نوم، انما ممكن البس قميص نوم بقى شفاف، ممكن البس قميص نوم عادي، ممكن البس قميص نوم حمالات، ممكن البس قميص نوم نص كم. هو الشخصيه اللي بتلعبيها هي بتتحكم في نوع قميص النوم، يعني في شكله، وبعدين في شكله والموقف اللي عايزه توصلي بيه قميص النوم ده. اكيد. بس طب كويس. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. الو مساء الخير. اهلا. ازيك يا مدام صفاء؟ اهلا وسهلا. ازي صحتك يا مدام صفاء؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ انا اشترك مع حضراتكم. يا ريت. اتفضل حضرتك. نتعرف بيه. عايز اسال مدام عصار سؤال. طب نعرف نتعرف بحضرتك وتقول لنا بتكلمنا منين وكده. محمد رشاد. ايوه. من القاهره. من القاهره. اهلا باهل القاهره. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ايوه انا تحت امرك. انا مدام اثار معجب بافلامك كلها وكل اعمالك يا رب. بس دايما. كنت عايز اسال حضرتك سؤال ممكن؟ ارجوك اتفضل. كنت سمعت ان حضرتك بترفضي انك تدخلي تليفون في بيتك. ايوه انا برضو سمعت دي. على فكره بقى دي انا اضيف لك انا سمعت. هي دي حقيقه. يعني حقيقي الموضوع ده ولا هي حقيقه؟ استمتعت بيها يمكن فتره 3 4 سنوات الحقيقه، التليفون وجرس الباب والحاجات دي. وبعدين اضطريت بقى لما جرس الباب كمان. مفيش جرس باب؟ لا مفيش جرس باب، يعني اللي بيجي يخبط يستنى لما يجي. بتتكلمي جد؟ والله. طب ده ليه بقى؟ ده نوع من ايه يعني؟ انا ب ب ب بحاول اقاوم اي تكنولوجيا ازعاجها اكتر من الراحه اللي بتقدمها لي. يعني جرس الباب ده مثلا ابقى مثلا لسه حد داخل ينام او عايز يريح او كذا، فيجي مكواجي يروح حاطط ايده على جرس الباب عشان يسمعنا، او حد نازل غلط وبيخبط على الشقه غلط، او اطفال بيلعبوا اشقيه لطاف يدوسوا على جرس الباب وينزلوا يجروا. فاستفزت جدا من الحكايه دي لاني عايزه انام ارتاح يعني، فرحت شايلها قلت اللي هيجي لنا هيخبط وهيستنى لانه ايده هتوجعه. ما هو ده شيء غريب. ما انا برضو مندهشه يعني، افضل اخبط انا على الباب علشان انت مش عايزه تستخدمي التكنولوجيا؟ رقيقه زي. طب ما هو هتسمعيني ازاي؟ افترضي انت في اخر الدنيا في حته ثانيه. لا لا لا، بس في ناس معايا تانيين هيسمعوا، انما جرس الباب ده هيصحيني انا وكل الشعب. كل الشعب. فلا التليفون كانت نفس الحكايه، ما كنتش عايزه بقى اي ازعاجات من الحياه. طب واللي يحب يكلمك يعني يحب يكلمك فتعلموا ان احنا نخلص مع المعجب او جمهورك وبعدين دي نكمل. حقيقه فعلا كان الجزء الاولاني كان في صديقي البقال اللي تحت البيت السوبر ماركت، فكان كل الناس بيكلموني عنده ويسيبوا لي نمرهم وانا اخر اليوم الم لسته التليفونات واروح عند جارتي عزيزتي صديقتي اطلب الحاجات المهمه لو عمل او شغل يعني. نعم. السيناريو بيجي بيتساب تحت عند الامن. خبطوا برضه عند لا عند الامن تحت في امن وفي بوابين وفي السوبر ماركت في ناس كتير تحت يعني. بس مش غريبه دي كانت يا اثار حكايه طبعا كانت غريبه شويه بس انا مستمتعه يعني، انا مش عايزه مش لاقيه وقت اعمل حاجه تانية يعني، فعلا وقت مضغوط كتير مسؤوليات كتير جدا لسه بيبيات ما قطع. طب يعني لما تحبي لما تحبي تكلمي الدكتور في التليفون تاخدي بعضك تنزلي عند جارتي. جارتي جنبي لازقه في الشقه الجنب. افترضي مالكيش جاره يا اثار يعني. لا ماليش جاره بقى، ابقى ساكنه في الصحراء. منطق. لا افترضي ما فيش. ساكنه في عماره 17 دور وكل دور اربع شقق. افتكري ما فيش جنبك جاره متفاهمه كده مثلا، او يعني او اللي ساكن جنبك رجل وما عندوش زوجه يعني كنت تعملي ايه؟ عماره 17 دور وكل دور اربع شقق، والحمد لله جاراتي فيهم سيدات فضليات عظيمات وكلنا بنحب بعض. بس صدفه بقى لعبت معاكي دول، لان غير كده كانت هتبقى اشكال. لانه بس انا بقى ركبته مؤخرا يعني. مؤخرا مجبر اخاك لبطل يعني. طب ايه اللي خلاكي غيرتي؟ على العموم احنا نخلص مع حضرتك معانا على التليفون. معاكي يا فندم. اقتنعت ولا لسه زعلان؟ موافق ولا مش موافق؟ لا موافق كده. طيب اشكرك جدا. احنا بنشكر. الف شكر. شكرا جزيلا. انا عايزه اسال سؤال، اصل انا مندهشه جدا يعني. يعني انت مقطعه اساسا ايه الحضاره؟
لا والله صحيح. لا أمال إيه؟ ما انا بتفرج على التلفزيون وبحط الفيديو وبقرا يوميا الجرائد والكتب، ويعني عايشة الحياة يعني برضو بزور جميل. أمي. أيهما أكثر إزعاجا، لما تاخدي بعضك تخبطي على الجيران في أي لحظة تقولي لهم اديني التليفون أكلم الدكتور، ولا أن يبقى في بيتك التليفون ولو عاوزة تقفلي اقفلي؟ مش حاجة غريبة أنا يعني، ما تزعليش مني. لا لا أوكي أنا معاكي، مش عايزة. مدهش للغاية في القرن العشرين. الا اذا كان القرن 21 احنا هنغير ونعمل الباب والتليفون هتبقى. انا معاكي فعلا في ده، بس مش عايزه اي حاجه تخليني اتصل بالعالم الخارجي في هذه الحقبه التاريخيه من الزمن التاريخي. يعني عايزه انفصل، مش عايزه يجي لي تليفون خبر يضايقني فجأة، أو خبر يطلب مني مسؤوليات زيادة فجأة. طب أنت غيرتي إيه؟ ما أنت دلوقتي جبت التليفون يعني. أيوة، لأنه أياميها كان الولاد سنة أو سنتين ولما علي وعبد الرحمن كانوا زي التوأم بالظبط، فبتكلمي نفسك مفيش وقت. دلوقتي التلاتة خلاص كبروا ويعتمدوا على نفسهم ومفيش أي مشاكل يعني، يقدروا يفتحوا. ومضطرة بقى بالعكس إني لازم أركب التليفون عشان أشوف المدرسة والمدرسين والواجبات والعيشة والعيشنة يعني.